GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم بلال حسين من فريق GSM Medical Education. إن شاء الله اليوم بادين بأول حلقة من سلسلة الأناتومي للجهاز التنفسي. هنناقش بالجزئية الأولى من الأناتومي للجهاز التنفسي مناطق الجهاز التنفسي وكيفية تقسيم الجهاز التنفسي حسب وظيفته، طبعا حسب كل مقطع من هذه المقاطع الجهاز التنفسي ووظيفته، وأيضا حنذكر التغييرات اللي تصير على الهيكل لهذه المقاطع أو مقاطع الجهاز التنفسي. بداية يتقسم الجهاز التنفسي حسب وظيفته إلى منطقتين، الأولى تدعى بالconducting portion أو conducting zone، والأخرى أو الثانية تدعى بالrespiratory zone أو respiratory portion. الconducting zone هذه المنطقة conducting أي توصيلية، conduct يوصل، فconducting هذه المنطقة مجرد مسؤولة عن توصيل الهواء إلى المناطق اللي يحدث فيها تنفس ويحدث فيها respiration process أو عملية التنفس. هذه المنطقة إطلاقا ما يصير بيها أو ما يحدث بيها تنفس، مجرد توصيل للهواء. فهذه المنطقة تقسم إلى large airways و small airways، شعب هوائية أو مقاطع كبيرة والأخرى الصغيرة. طبعا اللارج ايرويز تتكون من الانف والفارنكس او البلعوم، اللارنكس او الحنجره، التراكيا او القصبه الهوائيه او انبوب الرغامي، وايضا البرونكي او البرونكاي، وهي الشعيبات الهوائيه. اما السمول ايرويز فتتكون من البرونكيولز، الشعيبات الهوائيه الاصغر او المتشعبه، وهذه تتقسم إلى أن نوصل بالنهاية الترمينال برونكيولز أو نهاية الشعب الهوائية. بعد هذه المنطقة ماكو بعد شعب هوائية، حتبدي منطقة التنفس. هذه المنطقة أو وظيفة هذه المنطقة تعمل على تدفئة الهواء وترطيبه، وأيضا تنظيف أو فلترة الهواء. ولكن ذكرنا أن هذه المنطقة لا تشارك في عملية الغاز اكستشينج أو الريسبيريشن، لذلك هذه المنطقة تدعى بالاناتوميك ديد سبيس. منطقة كاناتوميا هي ما تشارك في عملية التنفس، لذلك من ناحية الوظيفية احنا ما نذكر ان هذه المنطقة تشارك في عملية التنفس اطلاقا، مجرد توصل الهواء، تعمل على تدفئة الهواء وترطيبه، وايضا فلترة الهواء. ايضا تقسيم ثاني للجهاز التنفسي ممكن يكون الابر ريسبيراتوري تراكت واللور ريسبيراتوري تراكت، اي الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي الاسفل. طبعا ذكرنا انه العلوي يتكون من النازل كافيتي او النوز والفارنكس واللارنكس او الحنجره، وايضا منطقة التراكي تكون انتقاليه في بدايتها، هي بدايه تكون اللارنكس، لذلك تابعه للجهاز التنفسي العلوي، وبقيه اقسامها او بقيتها تابعه لل lower respiratory tract أو الجهاز التنفسي الأسفل، وأيضا primary bronchi أو الشعيبات الهوائية البدائية. أول ما ينقسم الجهاز تنقسم عفوا القصبة الهوائية إلى شعيبتين، وأيضا بقايا نسيج الرئة مع البرونكيوس والعفوا البرونكيولز والالفيولاي أو التكيسات الهوائية. إذن فمن خلال ذكرنا انه هذه المنطقة تتكون من النوز او الانف، بداية دخول الهواء بهذه المنطقة يحدث تهدئة في سرعة الهواء، لذلك تحتوي على الكونخي او هذه البروجكشنز او هذه الاحتراضات العظمية، تكون ايضا مغطاة بالشعر عادة، وايضا غنية بالاوعية الدموية وغنية بالميوكوسيل او خلايا التفز السائل المخاطي، لذلك تعمل على تهدئة سرعة الهواء، وأيضا يبدي هنا بهذه المنطقة أيضا فلترة الهواء وأيضا ترطيبه، ويبدي ينتقل إلى منطقة الفارنكس اللي هي المنطقة تكون بلعوم مشتركة بين الماوث كافيتي أو التجويف الفم التابع للجهاز الهضمي، وأيضا هذه المنطقة التابعة للجهاز التنفسي. اللارنكس أو الحنجرة هذه المنطقة تابعة للجهاز التنفسي، وأيضا تحتوي على
الحبال الصوتية أو الفوكال كورد اللي تشارك فيه أو مسؤول عن تكوين أو توليد الصوت. ذكرنا أيضا أنه التراكيا أو التراخيا أو القصبة الهوائية أو الأنبوب الرغامي، هذه المنطقة عادة تتكون من حلقات من الغضاريف تكون غير كاملة، يعني تكون مستمرة ولكن من الخلف، ما يكون أكو غضروف، ولكن بدلا من الغضروف توجد عضلة أو لاف عضلية اللي تدعى بالتراكياليس ماسل أو العضلة التابعة للقصبة الهوائية. هذه موجودة في نهايات كل قطعة من القصبة الهوائية ومن حلقات القصبة الهوائية حتى تمنعها من الإنفلات. طبعا ما تكون القصبة الهوائية حلقاتها مستمرة كقطع غضروف، لأن نعرف أن الغضروف ممكن يتمد ولكن ممكن يسبب تضيق الإيزوفاجوس في حال مرور اللقمة أثناء عملية البلع. فإذا ذكرنا التجويف في الأنف أو النازل كافيتي، وأيضا الفارنكس، وأيضا اللارنكس، وأيضا التراكيا. فالمنطقة بين النوز والفارنكس تدعى بالنازو فارنكس، أي هي منطقة تكون انتقالية ما بين الأنف وبين البلعوم. والمنطقة اللي تكون بين البلعوم وبين اللارنكس تدعى باللارينجو فارنكس، وهذه المنطقة اللي تكون مشتركة بين الجهاز التنفسي الفارنكس والتجويف الفم تدعى بالأورو فارنكس. أورو ترمز إلى الفم، والفارنكس اللي هي البلعوم. فإذا الكارتليج أو الغضاريف وخلايا الجوبلت سيلز اللي هي تكون مسؤولة عن إنتاج المخاط بصورة رئيسية في حالة الجهاز التنفسي تستمر إلى نهاية البرونكي، اللي بعدين تتفرع إلى تشعبات أصغر من عتل. تكون عادة مغطاة أو مبطنة بالبسيدو ستراتيفايد سيليتيد كولومينار سيلز، إبثيليوم سيلز. هذه الخلايا تابعة للإبثيليوم اللي تكون شبهما كاذبة، أي أن الخلايا تكون مو ذات شكل واحد، ولكنها عادة ما تكون بشكل مستطيل وطولانية وتحتوي على السيليا. هذه السيليا اللي هي تساعد في عملية طرد المخاط أو الأتربة أو أي جسم غريب ممكن يدخل، فهذه السيليا جدا مهمة في طرد المكونات اللي تتكون داخل الشعيب الهوائية. فإن هذا النسيج اللي هو بسيدو ستاتيفايد سيليتيد كوليمينار سيلز تكون البطانة الداخلية للبرونخوس، القطعة الواحدة من الشعب الهوائية، وتستمر إلى التيرمينال برونخيوس. بعدين أو لاحقا تتحول الكوليمينار سيلز إلى كيوبويدال سيلز، إلى خلايا مربعة بدل المستطيلة. وظيفة هذه الخلايا ذكرنا إنه هي تساعد في طرد الميوكوز أو المخاط الدبري أو التراكمات الموجودة من المخاط، وأيضا الخلايا الميتة، وأيضا بقايا المخاط المستهلك من نسيج الرئة. لذلك هي تدعى بالميوكو سيلياري اسكليتا. الميوكو ترمز للمخاط، سيلياري ترمز إنه هي تحتوي على شعيرات، اسكليتا هي عادة ما ترمز إلى المصعد الكهربائي أو أي شيء يصعد للخارج أو للأعلى عفوا. لذلك هي تطرد المخاط والبقايا الموجودة في داخل أنبوب الشعوب الهوائية عفوا الشعوب الهوائية إلى الخارج. عضلات السموث ماسل أو الملساء اللي تكون موجودة بهذه الأنابيب الهوائية تستمر إلى نهاية التيرمينال برونخيوس، ولكنها بعدين يصيرها سبيرز أو تتلاشى أو تتناثر بعد هذه النقطة. إذن لحد التيرمينال برونخيوس أكو طبقة من خلايا السموث ماسل، ولكن بعد هذه النقطة تبدي تتحول إلى مجرد ألياف من الخلايا العضلية الملساء، مو خلية عضلية يعني عضلة كاملة من عضلة الملساء. هذا الجراف أو هذا الرسم جدا يوضح كيفية توزيع النسيج وشون يتغير من بداية التراكيا إلى نهاية الأيفولا أو الكيس الهواء أو الكيس الهوائي. فالأبيثيليوم يبقى مستمر إلى تكوين جدار الألفيولاي أو الألفيولار ساك،
ولكن تحدث تغيرات على هذا النسيج. ذكرنا أن الجوبلت سيل تستمر لحد الترمينال برونخيوس، بعدها تختفي لأن هذه تكون مسؤولة عن تكوين المخاط. فبهذه المنطقة تكون جدا ضيقة، إذا صار مخاط فهذا المخاط ممكن يغلق هذه المجاري التنفسية. السيليتد سيلز اللي هي دائما تتغير خلال التوزيع أو خلال تقسيم الشعيبات الهوائية، تكون مستمرة إلى بداية الريسبيراتوري البانكرياس أو الشعيبات الهوائية اللي ممكن يحدث فيها تنفس، لأن ممكن يتولد سائل أو مخاط، فهي تساعد أيضا في طرد الخارج. الجلاندز أو الغدد بصورة عامة تستمر لحد السيجمنتال برونخوس اللي تروح للسيجمنت التابع للرئة، وإن شاء الله راح نناقش السيجمنت مالت الرئة بالجزئية القادمة بإذن الله. ذكرنا أن الهايلين كارتليج أو الغضاريف تستمر أيضا لحد السيجمنتال برونخوس، يعني بين التيرمينال برونخوس ما عندنا أي غضروف، هنا تكون نهاية الغضاريف. ذكرنا أن الرياف العضلية تستمر إلى التيرمينال برونخيوس كطبقة من الخلايا العضلية، ولكن بعدها تتناثر مجرد تكون كألياف عضلية. ولكن الإلاستيك فايبرز أو الألياف المطاطية المسؤولة عن اليونت الشعيبات الجهاز التنفسي تكون على امتداد الجهاز التنفسي من بدايته إلى نهايته أو الفيلوساكلين، هذه جدا مهمة حتى ممكن تتحرك تكبر أو يصغر حجم هذه الشعيبات. المنطقة الثانية هي تدعى بالريسبيريتوري زون، ومنها يعني من اسمها ممكن نلاحظ أن هذه المنطقة يحدث بها ريسبيريشن أو عملية تنفس أو عملية تبادل الغازات. بصورة رئيسية هذه المنطقة هي عبارة عن اللانج بارينكايما أو نسيج الرئة، وتتكون هذه المنطقة من الريسبيراتوري برونخيوس الشعيبات الهوائية التنفسية اللي يحدث بها تنفس، الالفيولار داكتس اللي هي القنوات اللي تربط الالفيولاي أو كيس الهواء بالريسبيراتوري برونخيوس، وهذه هذه المقاطع أو هذه المنطقة يحدث بها تبادل للغازات وأيضا يحدث بها ريسبيريشن. عادة ما يكون في هذه المنطقة كيوبويدال سيلز بالبنفس، بعدين تتحول إلى سمبل سكويموس سيلز إلى خلايا تتغير شكلها من كوبايدر إلى سكويموس سيلز بالحد الألفيولاي، لأن ذكرنا أن الألفيولاي تتكون بصورة رئيسية من التايب 1 نيموسايتس اللي تكون عادة رفيعة، وأيضا تايب 2 نيموسايتس اللي مسؤولة عن تكوين السيرفكتنت. السيليا تنتهي بالريسبيراتوري برونخيوس مثل ما ذكرنا أنه إلى نهاية الريسبيراتوري برونخيوس تكون موجودة سيليا، لكن بعدها تنتهي وما تكون موجودة لا بالالفيولار داكت ولا بالالفيولاي. عادة الخلايا المايكروفيج اللي هي الالفيولار مايكروفيج تساعد في طرد بقايا عفوا المخاط والأشياء أو كناتج داخل القصبات الهوائية أو الشعيبات الهوائية مثل المخاط، الأتربة الممكن مارة أو الجزيئات جدا دقيقة، فهذه الماكروفيج تساعد في عملية طردها للخارج، وأيضا تشارك في عملية المناعة أو لها دور مناعي في حال حدث انفلاميشن أو التهاب لنسيج الرئة. إذا ذكرنا أن الريسبيراتوري زون تتكون من الريسبيراتوري برونخيوس والالفيولار داكت والالفيولار ساكس كالفيولار. فإذا نذكر أنه الكوندكتنج تبدي من الأجزاء العلوية للجهاز التنفسي اللي ذكرناها، مرورا بالجزء السفلي من الجهاز التنفسي اللي هي التراكيا أو القصبة الهوائية أو الرغامي، بعدين البرونخي، بعدين السكندري برونخوس، بعدين التيرشري أو الثلاثية، إلى أن نوصل مرحلة التيرمينال برونخيوس. هذه المنطقة إلى هذه المنطقة هي تكون كلها منطقة conducting، أي فقط عملية توصيل الهواء وما يحدث respiration في هذه الحالة. بعد الترمينال برونخيوس تبدي الريسبيراتوري برونخيوس أو الشعيبات الهوائية اللي يحدث بها تنفس، وأيضا الألفيولار داكت وأيضا الأكياس الهوائية. إذا الريسبيراتوري زون تتكون من
الريسبيراتوري بانكرياس، شعبات الهواء اللي يحدث بها تنفس، وأيضا الألفيولار داكت عفوا داكت، وأيضا الألفيولار ساك. ذكرنا أنه إلى التيرمينال برانكيوس تكون موجودة سموت مصل فايبرز أو سياس، ولكن بعدها تتلاشى فتكون مجرد كخيوط من الألياف العضلية، ليست طبقة كاملة من الألياف العضلية. ولكن إلى نهاية الريسبيراتوري برانكيوس تختفي هذه الألياف العضلية السموت مصل طبعا المنساء، ولكن عفوا تختفي، نعم تكون في حالة الألفيولار داكت والألفيولاي ماكو أي مصل، حتى إذا صار تقلص بسبب أي سبب كان، باثولوجي أو طريقة عادية أو طريقة نورمال، ما تأثر على نسيء على الألفيولار ساك، تمنع عملية التنفس. ذكرنا أنه الخلايا تتغير بداية من التراكيا أو من الجهاز التنفس السفلي إلى نهاية الريسبيراتوري زون أو المنطقة اللي فيها تنفس. فعندنا ذكرنا أن نوع الخلايا اللي تكون تبطن الجهاز التنفسي السفلي عفوا، ولكن في منطقة الكوندكتنج زون هي بسيدوستراتيفايد أبيثيليوم، دائما تكون تحتوي على سيليا وتحت يعني على تحتوي على شعيرات، وأيضا تحتوي على الجوبلت سيلز اللي مسؤولة عن إنتاج المخاط، وأيضا بعض الغدد مثل بهذه الحالة السبميكوزال اجلاند. ذكرنا بعدها يتحول النسيج من بسيدو ستراتيفايد ابيثيليوم الى كلومينار ابيثيليوم، يتحول الى خلايا طولانية ولكن ايضا تحتوي بعض منها على السيليا، واخرى تكون ما تحتوي على السيليا، ما تحتوي على الشعيرات، وايضا في هذه المنطقة تكون موجودة الجوبلت سيلز المسؤولة عن تكوين المخاط. بعد هذه المنطقة في منطقة الريسبيراتوري برونخيوس أو التيرمينال برونخيوس إلى الريسبيراتوري برونخيوس تتحول الخلايا إلى كيوبويدال إبيثيليوم، وتكون هذه الخلايا ما بها أي سيليا، مجرد نسيج إبيثيليوم يكون هذه الشعيبات الهوائية. بعدها يتحول النسيج إلى الفيولاي، نسيج الأيفولاي ذكرنا أنه يحتوي فقط على تايب 1 نيموسايت أو تايب 1 سيلز، تكون رفيعة أو ثن، تكون رفيعة جدا لسهولة مرور الغازات من خلالها مع الأوعية الدموية اللي تغطي الألفيولار ساك. وأيضا النوع الثاني من الخلايا اللي هو تايب 2 سيل أو تايب 2 نيموسايت، اللي هو مسؤول عن تكوين مادة السرفكتنت اللي تمنع انهيار وكل الكولابس اللي يصير للألفيولاي في حال عدم وجوده. وصلت وياكم لنهاية الجزئية الأولى للأناتومي للجهاز التنفسي، أتمنى كانت حلقة قصيرة وسهلة وواضحة. أي سؤال أو استفسار راسلونا على وسائل التواصل الخاصة بالموقع أو وسائل التواصل الخاصة بي. شكرا لكم.